عاجلة جيش مصرية تحرك تجاه مدمنين مخدرات، ننشر لحضراتكم التفاصيل. وأول رد فعل مصري على إعلان حالة الطوارئ في إثيوبيا. وعاجل وزير الري يعلق على حديث رئيس الوزراء البريطاني حول اختفاء مدينة الإسكندرية. وعاجل تفاصيل وفاة أحد أشهر وزراء الداخلية في عهد مبارك. وخبر سار جدا من وزارة النقل بخصوص قطار المونوريل، ننشر التفاصيل. وخبر عاجل من قناة السويس، ننشر أيضا التفاصيل. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد زي ما متعودين في كل فيديو. قبل ما نخش في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار. واضغط على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار أولا بأول. عاوزين نوصل ل2000 أعجبني أو لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر، وانتوا وطنيين وقدها. عاجل الجيش المصري تحرك تجاه مدمني المخدرات. أعلنت القوات المسلحة المصرية افتتاح فرع جديد لخدمات الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالمستشفى العسكري للطب النفسي. ووفقا لبيان الجيش المصري، سيعمل الخط الجديد على تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا مع مراعاة السرية التامة للمرضى. أكد الجيش المصري على دعم القوات المسلحة لجهود مكافحة وعلاج الإدمان، وأن هذا المركز هو ثمرة الجهود المشتركة بين قوات المسلحة ووزارة التضامن الاجتماعي. أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية نيفين قباج أنه تم حتى الآن علاج حوالي 15,000 مريض بمستشفيات القوات المسلحة الشريكة مع الصندوق في تحقيق النجاحات المتتالية في ذلك المجال. أوضحت أن البيانات التحليلية للخط الساخن لعلاج الإدمان تشير إلى أن المستشفيات العسكرية تحقق أفضل النتائج العلاجية، بدءا من استكمال البرنامج العلاجي ومتابعة المرضى وصولا إلى مرحلة التعافي. يحاول الجيش المصري المساعدة في بعض الأعمال المدنية الخاصة بالمواطنين من خلال توفير الرعاية الصحية لبعض الأشخاص، وذلك انطلاقا من دوره في مساعدة المجتمع على مكافحة كافة أنواع الجريمة الناتجة عن تلك المخدرات. مصدر معانا كان من RT والصفحة الرسمية للمتحدث العسكري باسم الجيش المصري. تحية طيبة لرجال القوات المسلحة على ما يقوم به من أفعال للنهوض بالوطن. تحية كبيرة وتحية مصر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وأول رد فعل مصري على إعلان حالة الطوارئ في إثيوبيا. قالت سفارة مصر لدى إثيوبيا أنه بالإشارة إلى إصدار الحكومة الإثيوبية قرارا بفرض حالة الطوارئ في أنحاء البلاد، تهيب السفارة المصرية بأعضاء الجالية اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر في ظل الظروف التي تشهدها إثيوبيا طبقا للبيانات الرسمية الصادرة، وضرورة الالتزام بالإجراءات والتعليمات المحلية وحصر تحركات الأفراد والأسر في أضيق الحدود، مصحوبا بالأوراق الثبوتية الشخصية في كافة التحركات، فضلا عن الابتعاد عن أماكن التجمعات أو التوجه إلى المناطق النائية. وتنتهي السفارة الجمهورية مصر العربية في إثيوبيا هذه الفرصة لتعرب للجالية المصرية في إثيوبيا عن خالص الاحترام والتقدير. المصدر معانا كان من صحيفة المصري اليوم. ربنا يستر إن شاء الله على الجالية المصرية في إثيوبيا. تعالوا نشوف الرد الفعل القطري على حالة الطوارئ الإثيوبية. ووجهت سفارة دولة قطر في أديس أبابا نداء عاجلا لجميع رعاياها بإثيوبيا بضرورة المغادرة نظرا للأحداث الأمنية الأخيرة. وناشدت السفارة في بيان لها نشرته على حسابها في تويتر جميع المواطنين القطريين في الأراضي الإثيوبية باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر ومغادرة جمهورية إثيوبيا بأسرع وقت ممكن. وذكرت السفارة أن التعميم جاء نظرا للأحداث الأمنية الأخيرة وإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية ابتداء من يوم 2 نوفمبر 2021. هذا كان رد فعل مصر وقطر تجاه حالة الطوارئ المفروضة في إثيوبيا. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وعاجل وزير الري يعلق على حديث رئيس الوزراء البريطاني حول اختفاء مدينة الإسكندرية. قال وزير الري المصري محمد عبد العاطي
إن حديث رئيس الوزراء البريطاني جونسون في قمة المناخ باسكتلندا عن اختفاء مدن مثل الإسكندرية بسبب التغير المناخي يعد جرس إنذار. وأوضح الوزير المصري: قمنا بحماية 118 كيلو متر ونعمل على حماية نفس المساحة في المستقبل، مبينا أن التغيرات المناخية تحدث في أوقات متفرقة ودول متفرقة، حيث تسبب سيول 2014 في إحداث خسائر جسيمة في سيناء، ومن بعدها حدث في 2015 في غرب الدلتا، ثم 2016 في رأس غارب، ولكن في الوقت الحالي لم تحدث أزمات كبيرة نتيجة حدوث ذلك. وأضاف عبد العاطي خلال مداخلة هاتفية في برنامج صالة التحرير المذاع على صدى البلد إن إزالة المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية تسهل تصريف المياه عند حدوث أي سيل أو ظواهر طبيعية، لافتا إلى أن مصر تستعد لتحجيم قيام هذه الظواهر التي لن تحدث قريبا، ولكن لن تنتظر الدولة حدوث هذا الوقت، مبينا أن الدولة أنشأت 1450 منشأة للحماية من السيول. وأوضح وزير الري والموارد المائية أنه جرت إزالة التعديات على مخرات السيول، ويتم صيانة المخرات كل عام تحسبا لأي سيول، مبينا أن دولة عمان شهدت أمطار قوية من فترة وتسببت في خسائر، وتحاول مصر تجنب أي خسائر، مبينا أن الدولة منذ سنتين حذرت المواطنين لوجود أمطار قوية وطلبت الموظفين بالجلوس في المنازل، لذا فإن الدولة دائما مستعدة لتقليل الخسائر والتصدي لأي حوادث تؤثر على سير حياة الأشخاص، لافتا إلى أن السيول قد تحدث كل 100 سنة، ولكن على الدولة الاستعداد لهذا الأمر دائما. مصدر معانا كامل الوطن، نتمنى الخير لمصر ولكل المصريين ولكل الشعوب في العالم بإذن الله. ننتقل مع بعض الخبر آخر معانا وعاجل، تفاصيل وفاة أحد أشهر وزراء الداخلية في عهد مبارك. أعلنت وسائل الإعلام المصرية وفاة اللواء حسن الألفي وزير الداخلية الأسبق في عهد مبارك عن عمر 85 سنة بعد صراع مع المرض. ولد الألفي في محافظة الشرقية عام 36، وتخرج من أكاديمية الشرطة عام 57، وانضم إلى الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة. اللواء الألفي كان ضمن أبرز الوزراء في حكومة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ظل في منصبه وزيرا للداخلية 4 أعوام متتالية، لكن الواقعة المعروفة بمذبحة الأقصر كانت سببا في إقالته. تعرض الألفي لمحاولة اغتيال عام 93، حينما حاول أحد أعضاء تنظيم الجهاد تفجير نفسه في موكب الوزير، وأصيب اللواء الألفي وعدد من حراسه. ضمن المصادفات التي رواها اللواء عصام بسيم مؤسس أكاديمية الشرطة في لقاء تلفزيوني سابق، إن الفنان الراحل سمير غانم كان من ضمن أفراد دفعة اللواء حسن الألفي، وأنه لم تجمعه به أي علاقة صداقة رغم مكوثه داخل الكلية عامين كاملين. ارتكزت أفكار الوزير الراحل على ضرورة مكافحة التنظيمات وضحط كل الأفكار والمعتقدات التي ترسخها في عقول كل من يواليهم، فيما رأى دوما أنه على العالم ملاحظة انتشار الجريمة المتطرفة والاعتراف بها. مصدر معانا كان من صحيفة مصراوي، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، ربنا يرحمه ويغفر له إن شاء الله، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. انتقل مع بعض الخبر آخر وخبر صار جدا من وزارة النقل بخصوص قطار المونوريل. أعلنت وزارة النقل تثبيت ثاني قطار مونوريل على مسار خط مونوريل العاصمة الإدارية بمحور المشير طنطاوي بجوار مركز المؤتمرات في إطار بعض تجارب الأداء والتأكد من مواصفات القطار، تزامنا مع تواصل تنفيذ المشروع المخطط بدء تشغيله التجريبي نهاية 2022، حيث سبق وتم تثبيت القطار الأول أمام فندق الماسة بالعاصمة الإدارية، ووصل حتى الآن القطارين الأول والثاني من عدد 40 قطارا سيتم توريدهم لمشروع مونوريل شرق النيل العاصمة الإدارية، كما وصل القطار الأول من عدد 30 قطارا سيتم توريدها لمشروع مونوريل غرب النيل 6 أكتوبر، كما يجرى تصنيع باقي أسطول الوحدات المتحركة المشروعي المونوريل والتي ستصل تباعا وفقا للجدول الزمني المحدد. المصدر معنا كان من صحيفة الموجز، نتمنى إن شاء الله يعني اكتمال هذا المشروع على خير، لأنه هيأثر على المواطنين سهولة التنقل بين العاصمة الإدارية والعاصمة القديمة وهي عاصمة القاهرة والجيزة. أترك لحضراتكم التعليق
على هذا الخبر. نتم مع بعض الخبر آخر، وخبر عاجل من قناة السويس، وصرح رئيس هيئة قناة السويس المصرية أسامة ربيع بأن الهيئة قررت زيادة رسوم عبور السفن لقناة في 2022 بنسبة 6% مقارنة مع العام 2021. وأضاف في بيان نشر اليوم أن الزيادة سيبدأ تطبيقها من فبراير المقبل، ولن تشمل ناقلات الغاز الطبيعي المسال ولا سفن الرحلات السياحية، حيث سيتم تثبيت رسوم العبور على ما كانت عليه خلال عام 2021. وأكد ربيع حرص الهيئة على تطبيق استراتيجية تسعيرية وتسويقية متوازنة ومرنة تحقق مصالح الهيئة وعملائها، وتراعي الظروف الاقتصادية العالمية ومتغيراتها المختلفة عبر آليات واضحة تتضمن تقدير رسوم عبور السفن. وتعليقا على قرار تثبيت رسوم عبور سفن الغاز الطبيعي المسال، أوضح رئيس الهيئة أن القرار يأتي في ضوء المتابعة المستمرة لأحدث متغيرات تجارة الغاز الطبيعي المسال المنقولة بحرا، وبما يتكامل مع مستجدات السياسات التسويقية المرنة، حيث تم تعديل نسبة التخفيض الممنوح لناقلات الغاز الطبيعي المسال من 25% ل15%، والمقرر تطبيقه بداية من شهر نوفمبر الجاري. أضاف الفريق ربيع أن تثبيت رسوم عبور السفن السياحية للقناة يعود بشكل أساسي إلى كونها الأكثر تأثرا بالوباء مقارنة بباقي أنواع السفن الأخرى، حيث عانى قطاع السياحة والسفر من خسائر طائلة على مستوى العالم، ومنها السفن السياحية واليخوت البحرية، ويتوقع أن يستكمل هذا قطاع تعافيه عام 2022. مصدر معنا كان من RT، وجينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار. أتمنى أكون خفيف على حضراتكم، ما تقلتش عليكم إن شاء الله. كان معكم إسلام الأمير، وأيضا أبنوب خلافة والمسؤول عن المونتاج. تحية طيبة لي، إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.